جعل بعض الناس يرسل بدعا، صلي 10 مرات وأرسلها 10 أشخاص يصلوا كذا مرة فيكون لك 1,000,000 حسنة. أصلا تحديد الأعداد هذه بناء على ماذا؟ وهذه أمانة في رقبتك، وإذا ما أرسلتها وأسأل يوم الدين سأسألك، أنت اللي تدير الناس يوم الدين وأنت اللي تسأل على كيفك يوم الدين؟ لهم رب يحاسبهم، فإنما حسابه عند ربه ليس عندك. ليلة رأس السنة سيكون الناس في له لعب وكفر وعصيان. طيب، فلنجتمع الساعة 12 ليلا لنصلي حتى ينظر ربنا إلينا ويرى العباد في لا ونحن في. طيب، جمع الناس على العبادة الساعة 12 ليلا برسائل جوال هو من السنة في شيء؟ جمع الناس على الصلاة والتحديد الساعة 12 ليلا، هل هذه سنة؟ وهكذا الباب البدع مفتوح على الجرار، وبدع ورا بدع ورسائل ورا رسائل كلها في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان في مثل هذا. دعاء السنة الجديدة وأدعية ما أنزل الله بها من سلطان، وكل جمعة ذكر مخترع، جمعة مباركة جمعة مباركة جمعة مباركة، ذكر مخترع لا تجد ولا في أي ديوان من دواوين السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه لأصحابه أو قاله أو أصحابه قالوه فيما بينهم، أو أن بعض كان يقول لبعض. كل جمعة كل جمعة يقول جمعة مباركة جمعة مباركة جمعة، وأذكار مخترعة